أكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر أكد أن العراق تعرض لخسائر فادحة نتيجة الحرب على الإرهاب مست كافة قطاعات الحياة، مما تطلب التخطيط الجيد من أجل إعادة إعماره. وقال البدر في كلمته بافتتاح اجتماع الخبراء رفيعي المستوى لبرنامج جمهورية العراق لإعادة الإعمار ودور المؤسسات التمويلية أن الرؤية العراقية التي تقوم على تضافر الجهود مما تبذله في سبيل بناء المقومات الأساسية للتعافي والنمو الاقتصادي مدعمة بجهود التنمية الدولية والقطاع الخاص. إن إقامة العراق من عثرته وإعادة بناء ما هدمه الإرهاب من قبل المجتمع الدولي ونزع أسباب النزاع بين المجتمع العراقي وإزالة أسباب الخلاف يتطلب منا جميعا التخطيط الجيد والمتقن لعملية إعادة الإعمار بقيادة العراق نفسه. ما سيجري بحثه في اليومين القادمين خاصة فيما يتعلق بأسلوب التمويل للمشاريع، هناك أفكار متعددة طرحها البنك الدولي وطرحها مؤسسات دولية وأيضا البنك المركزي العراقي لكي يحصل العراق على تمويل بشروط ميسرة وسهلة ومن خلال بعض الضمانات اللي أعطت بعض الدول إشارات إلى أنها ممكن أن تكون ضامنة لمثل هذه القروض.